كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، حنايا دابا حنا في تيغان يمين. دابا ان شاء الله غنقضوا الطريق من هنايا لكي سميتو الحسيمه، يعني الجهه اللي كتطلع على البحر. بقاو معنا المشاهدين الكرام، غادي نوريكم شي مناظر غادي يعجبكم باذن الله. المشاهدين الكرام، على الطبيعة كاينة هنا تبارك الله، واحد الطبيعة زوينة بزاف. الطبيعة ديال تيغان يمين معروفة بالطبيعة هي. مناظر ما شاء الله، مناظر زوينين بزاف. احنا نوريكم واحد المنظر اللي كاين هنا زوين بزاف. شوف على البلاصه كي دايره، والدار مهجوره كما كتشوفوا. منظر زوين تبارك الله، هذا المنظر رائع. وهذا هو الطريق منين جينا دابا. كما كتشوفوا الربيع باقي خضر على جنب الطريق كما كتشوفوا. هذا المنظر ما شاء الله. بقاو معنا ان شاء الله، غادي نشوفوا نمشيو شويه لقدام، نصور لكم ان شاء الله لتحت شوية. بقاو معنا، احنا نزيدو شوية لقدام المشاهدين الكرام. هذا الريو اللي وريتكم لتحت راه هذيك هي كورنيش رمود. كما كتشوفوا، شوف تبارك الله الربيع كيف داير، باقي سبحان الله العظيم خضر كما كتشوفوا. المنظر زوين بزاف. هذا هو الكورنيش كما كتشوفوا. كورنيش كنشوفو من هنايا تبارك الله، واحد المنظر زوين بزاف. بقاو معنا المشاهدين الكرام، غادي نمشيو شويه لقدام كما كتشوفوا. حنا جينا من هنايا، منظر رائع بزاف، منظر زوين. حنا جينا لهاد البلاصه عاوتاني، حنا جينا من هنايا كما كتشوفوا. شنو سد السكر الناس المشاهدين الكرام، نعاودو نكررو على اللي
اللي عنده شي دار للبيع، عندك دار للبيع او لا ارض او لا اي حاجه او لا كراج او لا محل تجاري، اتصل بينا ان شاء الله ندير لك في القناه، وان شاء الله غادي تبع لك باذن الله. حنا كنديروا غير سبب والكامل على الله. بغيتي تبيع دارك او الارض ديالك او عندك محل تجاري او بغيتي تكري دارك او تكري الكراج ديالك، اتصل بينا حنايا ندير لك في القناة ان شاء الله، وربي يسهل الامور ان شاء الله، لان القناة كيشوف فيها بزاف ديال الناس، ونتمنوا من الله الخير للمشاهدين الكرام، لان ندير التليفون اللي كيبيع يعني غيبقى الشارع يعني اللي كيشري واللي كيبيع، يعني ما يدخلش شي سمسار بيناتهم، يعني يجوج بيناتهم كما كتشوفوا، يعني الشاري والبائع يعني جوج بهم اللي يعني اللي تلاقاو، لان اغلب كيكون الصدى الا كاين بزاف ديال الناس. ودابا الحمد لله درنا هذا الشيء هذا، لان بزاف الناس كيسولونا على هذا الشيء، علاه باش درنا هذا الشيء هذا، ونتمنى ان شاء الله يعني يجيب الله اللي فيها الخير وصافي. منظر زوين المشاهدين الكرام، حنا دابا غنمشيو شويه لقدام ان شاء الله باذن الله. هنايا غادي نزيدو لقدام، منظر ما شاء الله منظر زوين بزاف. ما اجمل المناظر هنايا تبارك الله، كتعجبني هاد البلاصه زوينه بزاف، لان كتطلع على البحر وفيه مناظر وفيه الطبيعه تبارك الله، فيها كل شيء كل شيء، داكشي اللي بغى راه يلقاه هنايا الصراحه. غادي نوقفوا هنايا نكملوا على الفيديو ديالنا المشاهدين الكرام، كتشوفوا شفور الربيع تبارك الله على جنب الطريق كيف داير. انا اصلا ما عرفتش سميت هاد الربيع هذا، كما كتشوفوا الطبيعه المشاهدين الكرام، الطبيعه زوينه بزاف الصراحه، الطبيعه ما شاء الله. هادو هما السكن الاقتصادي اللي كاينين اللي كيطلوا على البحر، يعني في بادس اللي كيقول مدينه بادس. وكما كتشوفوا شوف على مناظر المشاهدين الكرام، شوف على مناظر، مناظر خلابه صراحه، مناظر زوينه بزاف. مناظر ما شاء الله صراحه، ودابا غادي نزيدو لقدام المشاهدين الكرام. احنايا المشاهدين الكرام غادي نكملو على الفيديو ديالنا، كما قلنا المشاهدين الكرام بغيتي تبيع دارك او الارض ديالك او الكراج او محل تجاري اي حاجه او تكري، المهم اتصل بينا ان شاء الله، وغادي لك في القناه، وان شاء الله غادي يجيب الله التيسير. فايت درتها واحد السيد وجاب الله التيسير، ونتمنوا من الله الخير. حنايا كنديروا غير سبب والكامل على الله.
كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، حنايا حوصنا معكم شويه كما كيقولوا. كما كتشوفوا المناظر اللي كاينه في تينا غانمين، هذا المنظر زوين بزاف. شوفوا على المناظر المشاهدين الكرام، حنايا كندير واحد المجهود كبير باش نصور لكم هذا الشيء. هذا راه من حساب باش من يصور يعني فيديو راه فيه شويه الصعوبات، ومع ذلك كتعطيونا القوه المشاهدين الكرام باش كنستمروا يعني في التصوير. كما قلت لكم المشاهدين الكرام، اللي عنده ارض اولا بغى يبيع الارض ديالو او الديار ديالو او لا يكري او لا يبيع اي حاجه، يتصل بيا وندير على في القناه وان شاء الله يجيب الله التيسير ان شاء الله باذن الله. احنا يدوسنا لكم تغاني من المشاهدين الكرام، مناظر زوينين تبارك الله، والله يسخر الله يكمل ما بقى على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.